شوف يا دكتور علي، كل بلد في الدنيا وله مزيكته اللي بتعبر عنه. أنا بقى نفسي نعبر عن بلدنا بالمزيكا اللي أنا بنعملها. درست موسيقى يا شيخ سيد؟ درست تجويد القرآن، وده كان أول نغم يخش ودني. ودرست شوية في معهد الدون بوسكو عندنا في اسكندرية، ودرست لما جيت مصر. لكن أهم حاجة اتعلمت منها حفلات الأوبرا. إمتى بقى ربنا يكرمني ونروح إيطاليا ندرس المزيكا على أصلها؟ والفرقة بتاعتك مين اللي بيصرف عليها يا شيخ سيد؟ مين هيصرف؟ أني طبعا. ياه، يعني مفيش حد من رجال المال بيرعاها زي ما بيحصل في الدول الغربية؟ يرعى مين يا دكتور؟ دي فرقة بتتكلف في مئات الشيء الفلاني، الأوركسترا اللي بيلعب ده ما يقلش عن أي أوركستر أوروبي. لكن ربنا بيفرجها، ماني أغلى ملحن في مصر. الفلوس اللي بنكسبها من التلحين بنحطها في الفرقة، لو ما كفتش بنستلف. بتستلف؟ للدرجة دي بتحب المزيكا يا شيخ سيد؟ أنا بنعتبر نفسي خادم الموسيقى، بنحب المزيكا وبنحب البلد دي، وكل اللي بنعمله ده عشان نعمل مزيكا مصرية بتاعتنا. مش بقول لك يا دكتور، الثورة فجرت ينابيع العبقرية المصرية، جابت لنا طلعت حرب في الاقتصاد وسيد درويش في المزيكا وغيرهم. وانت يا دكتور، احنا مستنيينك تزق البلد دي زقة لقدام وتركبنا قطر العنب، بدل ما احنا مش عارفين نقف حتى على المحطة. معك حق يا نوراشي، سيد درويش بيحاول يعبر عن عبقرية مصر فنيا، وطلعت حرب عبر عن عبقرية مصر اقتصاديا. يا ترى تقدر يا علي مصطفى مشرفة تعبر عن 1% من عبقرية مصر علميا؟ تقدر؟ انت اللي بتفتحي باب الدكتور، وايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ مستنياك، ما نمتش طول الليل. خير؟ الله، مالك يا نفيسة؟ في ايه بس يا نفيسة؟ كده يا علي، اهون عليك تعمل فيا كده؟ انا عملت ايه؟ انا ضايقتك في حاجه؟ عاوز تاخد اخواتك وتعزله. هو عطيه قالك؟ هو عطيه كمان عارف؟ الله، امال مين اللي قالك؟ حسن. كده يا علي، دي اخرتها، عاوز تاخد مني عيالي. عيالك ايه بس يا نفيسة؟ دول قدك في السن. ولا انا اللي مربياهم كلهم عيالي. فاكر يا علي لما منى اتجوزت حسن كان عمره 4 سنين وعطيه 6، انا اللي كنت باكلهم وربيهم وحميهم ونيمهم، حتى مصطفى اللي عامل فيها كبير ده. محدش يقدر ينكر دورك، حتى انا رغم ان اكبر منك بسنتين، بس الا اني بعتبرك امي. انت اللي خدمتينا وراحتينا وقمت بدور الاخت والام. ولما انت عارف كده عايز تاخدهم مني وتسيبوني كلكم ليه؟ يا نفيسة انت فاهمة الحكاية غلط، انا اللي هاخدهم منك ولا هسيبك. الحكاية كلها ان عددنا زاد، بقينا بسم الله ما شاء الله 4، وجوزك بقى من حقه انه ياخد راحته في بيته. راجل كتر خيره، ربى وكبر واستحمل كأنه اب تمام. لا يا علي، ما حدش هيمشي منكم من هنا. واحنا هنمشي نروح فين بس؟ احنا هندور على اقرب شقة فاضية من هنا ونقعد معاك طول النهار ونروح البيت، واحنا نقدر نستغنى عنك يا نفيسة ولا نقدر نعيش من غيرك. يعني مش هتبعدوا عني؟ ما نقدرش. طيب يا علي، اما نشوف. الشاي ده جه في وقته، الواحد حلو تهدر التوضيب. رغم ان طول عمري بايد الاستقلال، لكن النهارده بس حسيت بعيوبه. برضه نفيسه رغم كل شيء لا تقاوم. امال الموضه بتاعتك دي بس كان لازمتها ايه؟ كل ما حد يكلمك فيهم تقول انا ممكن اسيب البيت وامشي. ما انت عارف عطيه انا عصبي، لكن حبي لنفيسة كان دايما بيخلينا فوت. نفيسة بس؟ طب وجوزها محمد بيه؟ محمد الجندي؟ محمد الجندي ده راجل انا ما شفتش في جدعنته، ولولا محمد الجندي ده ما كناش قدرنا نحقق اي شيء في حياتنا. ده حقيقي فعلا. امال الواد حسن فين؟ مش سامع له حس يعني. تلاقيه راح لاخته، ومش بعيد تلاقيه قاعد جنبها وبيعيط ومش قادر يسيبها. قالوا عايز يبقى ظابط. بذمتك انت عمرك شفت ظابط بدمعه؟ ايه ده؟ هو في حد لحق يعرف عنواننا؟ اهلا. السلام عليكم. الله السلام. اكبر. جرامافون؟ هنحطه فين ده؟ حطه على الترابيزه اللي هناك. ايوه كده، بيت من غير جرامافون زي سلالم من غير ترابزين. بس كده مكانه هايف. انا اشتريت شويه اسطوانات للمطرب سيد درويش، الدور والباقي عليكم بقى تكملوا المجموعه للمطربين والملحنين الجداد. في مطرب جديد لسه نازل اسمه محمد عبد الوهاب،
نزل شوية اسطوانات السنة دي النمائية ممتازين، هسمعك صوته وانت احكم بنفسك. انا معتمد عليكم في الموضوع ده. اهم حاجة بقى، عملتوا اكل ولا لسه واخدين على عصر نفيسة المزهر؟ لا طبعا لسه واخدين على عصر نفيسة. لا يا حبيبي انت وهو من هنا ورايح، اللي مش هيساعد في البيت مش هياكل. الاستقلال ليه تمنه يا شباب. وانا مستعد ادفع التمن يا دكتور. كله تمام يا دكتور، الاجتماع جاهز بره، اتفضل. حاضر يا حسن افندي، اتفضل. واضح ان الجو طراوة قوي هنا يا دكتور. بس يا واد يا قليل الادب، امشي قدامي، امشي. خير يا دكتور؟ جمعنا ليه؟ أكيد عندك كلام مهم. استنوا شوية لما هو يتكلم، اتفضل يا دكتور. أنا جمعكم النهاردة يا جماعة عشان نتكلم في المستقبل. أنا عارف إن مصطفى وعطية ما كملوش تعليمهم، وما دخلوش مدارس عليا، لأن الظروف ساعتها ما كانتش تسمح بكده. بس آن الأوان إن إحنا نفكر في الموضوع ده من جديد. حسن كمان السنة دي لازم ياخد البكالوريا، ويخش المدرسة العليا اللي هو يختارها. أنا مش موافق. ولا أنا. أنا موافق. كده كسبنا واحد، نفتح حوار بقى مع الافنديه الباقيه. ما تتعبش نفسك يا دكتور، انت كده عملت اللي عليك وزياده، شلت حملنا ودخلتنا مدارس وتابعت مذاكرتنا، حتى وانت مسافر بره كنت بتقطع من قوتك وتبعت لنا علشان ندبر امورنا. اظن كفايه عليك قوي لحد كده، دلوقتي بقى لازم احنا نعتمد على نفسنا. مع احترامي لفكره اعتمادك على نفسك يا مصطفى فندي، في قبل اي شيء حاجه اسمها الواجب. واجبي كاخوك الكبير اني ارعاكم واصرف عليكم واخد بالي منكم عشان تكملوا تعليمكم وتشتغلوا وتقدروا تصرفوا على نفسكم. انا شخصيا موافق على كل كلمه الدكتور بيقولها. وانا بشكرك يا دكتور على حرصك على مستقبلنا. اوعدك اني هكمل دراستي العليا زي ما انت عاوز، بس كل شيء ليه وقته. يعني انا مثلا بساعد جوز اختك في تجارته وفي محلاته، والراجل ليه فضل علينا، ما ينفعش فجاه كده اسيبه وامشي. بالرغم من كل الاعذار الجميله اللي انتوا عمالين تقولوها دي، احنا برضو ما وصلناش للنتيجه. لا وصلنا. قول لي يا مصطفى افندي ايه هي؟ انا وعطيه هنكمل دراستنا، بس مش دلوقتي، هناخد مهله يعني، وحسن لما يخلص البكالوريا يدخل مدرسه البوليس زي ما هو عايز. اما مشروعنا الكبير بقى دلوقتي فهو حضرتك. انا ايوان حضرتك تركز دلوقتي في دكتوراه العلوم اللي انت عايز تاخدها، وبعد ما تبقى اول واحد يحصل عليها في مصر نبدا احنا بقى مسيرتنا.